وبعد أقل من 48 ساعة على ارتكاب الحوثيين مجزرة مأرب، قدم وفد من حركة حماس الفلسطينية درعا تكريميا لقادة حوثيين، وذلك أثناء زيارته لأحد قادة ميليشيات الحوثي. ممثل حركة حماس في صنعاء معاذ أبو شمالة التقى: لا يا حماس، لقد تجاوزت المدى، لم تسلكي سبل الصواب ولا الهدى. لا يا حماس، لقد تجاوزت المدى، لم تسلكي سبل الصواب ولا الهدى. أتكرمين المجرمين بأرضنا، وهم بطانة من على القدس اعتدى. تهدين درعا للطغاة وبنتنا، شويت وهذا القبر مخضر الندى. السر في مدح الروافض جهرة، وهم الأحبة لليهود على المدى. من قاسم أعني الشهيد بزعمكم، زكيتم النشار خدام العدا. واليوم للحوثي سلم درعكم، تبدونه للناظرين ممجدا. واليوم للحوثي سلم درعكم، تبدونه للناظرين ممجدا. بالله سل بغداد عن أفعالهم، أو سل دمشق ترى الظلام الأسودا. واسأل عن اليمن الجريح، فكم به سفكوا الدماء وكم أهانوا المسجدا. تبا لكل من استهان بقطرة من دمنا مهما تقمص وارتدا. ها نحن إن قصف اليهود دياركم، نحزن وأنتم تنصرون المفسدا. كم قد سكتنا والقلوب مليئة بالغير حتى لا نعين الحسدا. لكن تبدى منك فعل كريهة، فخسرت من بالأمس كان مؤيدا. لكن تبدى منك فعل كريهة، فخسرت من بالأمس كان مؤيدا. مهما يكن كل الذرائع غفلة، تجنين منها كل حنظلة غدا. سترين إن حمي الوطيس بأنهم، أعني الروافض أخلفوك الموعدا. كنا نظن بأنكم تفدوننا بالروح، إذ كنا لأقصانا الفدا. لكنكم خيبتم الظن الذي كنا نرجي منكم أن يسعدا. لما اليهود غزوكم في غزة، كنا على دحر العدو لكم يدا. واليوم لما يستميت عدونا، في قتلنا مجدتموه ليحمدا. خيبتم ظن الأحبة فيكم، وتبددت آمالنا فيكم سدى. إن كنتم ضد اليهود، فإننا ضد اليهود ومن طغى وتيهودا. عودوا لنهج الرشد عل جراحكم، فينا ترى في الجارحين مضمدا. لا ذنب للشعب الأبي بما جرى، إن كان ساسته تمجد مقتدى. دامت فلسطين الأبية حرة، تسقي العدا كأس المنية والردى. دامت فلسطين الأبية حرة، تسقي العدا كأس المنية والردى.